السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنت صغيرة فقيرة لقت شنطة فيها 1,000,000 جنيه في الزبالة، مش هتصدق عملت ايه. مفاجأة مذهلة، سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة هيبدأ ببنت صغيرة عمالة تبكي، وكان أبوها عيان ونايم على الأرض، فالبنت قالت له يا بابا إن شاء الله هروح أشتغل وأجيب لك العلاج ما تقلقش. أبوها قال لها يا حبيبتي بس أنت لسه صغيرة، هتروح تجيب العلاج إزاي؟ لسه صغيرة يا حبيبتي، ربنا كريم، خليك قاعدة وربنا إن شاء الله هيفرجها. البنت عمالة تعيط وتطبطب على أبوها وتقول له إن شاء الله يا بابا هتخف، بس إن شاء الله يا بابا هتبقى كويس. أبوها قال لها يا حبيبتي يا بنتي ربنا يخليك ليا ولا يحرمني منك. وعلى فكرة البنت ديت يتيمة الأم. وبعدين البنت دي سابت أبوها نايم وخرجت من البيت وراحت محل ألعاب، فصاحب المحل طبطب عليها وقال لها أنت عايزة إيه يا حبيبتي؟ قالت له بصراحة أنا مش عايزة فلوس، أنا عايزة أشتغل علشان أجيب فلوس علشان أجيب العلاج لأبويا، لأن أبويا عيان أوي ومحتاج العلاج. وبعدين صاحب المحل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت لسه صغيرة يا بنت وما تنفعيش تشتغل معانا. ومد إيده في جيبه وطلع المحفظة وجه يديلها فلوس. البنت مرضتش، قالت له أنا مش عايزة فلوس، أنا عايزة أشتغل علشان أجيب فلوس بالحلال علشان أجيب العلاج لأبويا. وبعدين صاحب المحل ألح عليها علشان تاخد الفلوس. البنت قالت له أنا أسفة، أنا مش بشحت يا عمو، أنا كنت عاوز أشتغل بس أنت رفضت، يلا هروح أشوف محل تاني ممكن يشغلني ويديني فلوس علشان أجيب الدواء لأبويا. وبعدين صاحب المحل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد كده البنت سابته ومشت. وبعدين البنت فضلت ماشية في الشارع لحد ما تلاقت سوبر ماركت، قابلها شاب عنده 17 سنة واقف في المحل. قال لها يا عسل أنت عايزة إيه؟ قالت له أنا عايزة أشتغل معاكم. الولا سابها وراح نادى لأبوه، قال له يا بابا في بنت صغيرة عاوزة تشتغل. وبعدين أبوه قال له يا محمد فين البنت دي؟ قال له واقفة بره يا بابا. صاحب المحل راح قابل البنت، قال لها عايزة إيه يا بنتي؟ قالت له انا عايز اشتغل عندك يا عمو. قال لها يا بنت مفيش شغل والدنيا واقفة، يلا شوفوا مصلحتك بعيد. وبعدين البنت ألحت عليها علشان تشتغل، قال لها يا بنت الدنيا واقفة ومفيش شغل، يلا يا ماما استني 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 خد الجنيه ده وربنا يسهلك. قالت له يا عمو انا مش شحتة، ومشت. وبعد كده البنت مشت. وبعد كده صاحب المحل قال لابنه هي مش ناقصة، الدنيا واقفة اصلا ومش هشغل حد عندي. بعد كده البنت سابت السوبر ماركت وراحت لمحل أحذية، قابلت شاب عنده 18 سنة، قالت له لو سمحت. قال لها أنت عاوزة إيه؟ قالت له أنا عاوز أشتغل عندك في المحل، أنا بابا مريض وعاوز أجيب فلوس علشان أجيب له علاج. قال لها إحنا كتير شغالين في المحل وملكيش مكان يا بنت وأنت لسه صغيرة، روح الله يسهلك. البنت زعلت وقعدت تعيط قوي وقالت يا رب، ورفعت إيدها للسماء وقالت يا رب ارزقني يا رب عاوز أشتغل. بعد ما زعلت البنت ومشت في الشارع اتلقت راجل بتاع زبالة، قالت له يا عم ممكن اشتغل معاك؟ قال لها ممكن، انت يا بنت هتقوم الصبح كل يوم هتروح مقلب الزبالة وتدوري في الزبالة اي بلاستيك هتجيبيه وتحطيه في كيس وانا هشتري منك، وبكده هديكوا مرتب اخر الشهر. البنت فرحت جدا وكل يوم تقوم الصبح تروح تدور في الزبالة تلم البلاستيك علشان تبيعه للراجل ده. وتاني يوم الصبح راحت تدور في الزبالة على بلاستيك قديم او كياس قديمة علشان تحطها في الكيس وتروح تبيعها للراجل. وفجأة وهي بتدور في الزبالة تلقت شنطة جميلة جدا، الشنطة دي عاملة زي شنطة الدكتور بالظبط. والبنت بعد ما تلقت الشنطة قالت انا هفتح الشنطة دي، وبعد كده فتحت الشنطة اتلقت فيها فلوس كتير قوي. البنت استعجبت وقالت ياه فلوس كتير قوي، انا هعمل ايه بالفلوس الكتيرة دي قوي. وبعد كده قفلت البنت الشنطة ومسكت الشنطة اللي فيها الفلوس بايدها اليمين والشنطة اللي فيها الزبالة بايدها الشمال. وبعد كده البنت دي فضلت ماشية في الشارع. وبعد كده البنت هبطت من المشي وقعدت على مصطبة وقالت الحمد لله اني اتلقيت فلوس، الفلوس ده هعالج بها ابويا وهيعمل بها العملية. وبعد كده راحت البيت اتلقت ابوها نايم عيان، قالت له يا بابا يا بابا يا بابا. قال لها نعم يا بنت في ايه؟ قالت له يا بابا وانا بلم الزبالة اتلقيت شنطة فيها فلوس. قال لها لا يا حبيبتي الفلوس دي مش بتاعتنا، انت اتلقتها فين؟ قالت له لقيتها في الزبالة يا بابا اللي كنت بلم فيها. اما ابوها قال لها يا بنت روحي المكان اللي انت وجدت الفلوس دي فيها وروحوا اقعدي هناك، ممكن تلاقي حد بيدور عليها كده ولا كده تديها له، ممكن يا بنت الفلوس دي تكون بتاعت حد وقع منه او كده او كده.
الفلوس دي يا بنت لو أخدناها يبقى حرام علينا وبكده فلوس حرام، وأنا يا بنت راجل عيان وممكن أموت، والفلوس دي فلوس حرام وما ينفعش إن احنا ناخدها. روحي يا بنت الله يسهلك اقعد هناك، والراجل هتتلاقيه هناك بيدور عليها كده ولا كده اديها له. وبعدين البنت أخدت الشنطة وراحت المكان اللي اتلقت فيه الشنطة، قالت في نفسها أنا راح أقعد بعيد وأشوف صاحبها هيدور عليها ولا لأ. وبالفعل البنت راحت قعدت بعيد وقعدت تراقب مقلب الزبالة تشوف صاحب الشنطة هيدور عليها ولا لأ. وبعدين اتلقت راجل كبير لابس جلابية رايح نواحي مقلب الزبالة، قالت أكيد صاحب الشنطة. بس الراجل عدى مقلب الزبالة، قالت أكيد هو مش هو. بعد كده اتلقت شاب عنده 28 سنة لابس لبس نظيف جدا، لابس بنطلون جينز وقميص شيك جدا، عمال يدور في مقلب الزبالة. البنت شافته، أكيد هو ده اللي ضيع منه الفلوس. فالشاب ده عمال يكلم نفسه ويقول يا ترى الفلوس دي راحت فين، يا ترى وقعت مني فين، يا ترى ويا ترى ويا ترى. فالبنت سمع كل الكلام ده، والشاب عمال يدور في الزبالة بايديه شمال ويمين بس مش لقي اي شيء. البنت قالت في نفسها تاني بدم هو بيدور اكيد هو صاحب الشنطة لما راح اشوفه. فالبنت راحت له وقالت له يا عم انت بتدور على ايه؟ قال لها في شنطة وقعت مني وانا بدور عليها. البنت قالت له هي الشنطة فيها ايه يا عمو؟ وبعدين الشاب قال لها انا مش ناقص، انت عايزة تعرف الشنطة فيها ايه ليه؟ قال لها الشنطة فيها فلوس يا ست، هتعملي ايه بقى؟ البنت قالت له انا لقيت الشنطة دي وخدها، اكيد دي شنطتك. قال لها فعلا دي شنطتي، انت تلقتها فين؟ وبعدين فتح الشنطة قال ايه ده؟ ده الفلوس زي ما هي، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. وبعدين الشاب ده طبطب على البنت وقال لها متشكر يا عسل، شكرا، واخد الشنطة ومشي. وبعدين الشاب ده قال البنت ده غريبة، لقيتني بدور على الشنطة اتلقيتها جاية وجايبالي الشنطة والفلوس كاملة ومش ناقصة حاجة، ده حتى انا اتعمدت تمشي ومدلهاش اي حاجة علشان اشوفها هتطمع ولا لا، وطلعت ما طلبتش اي حاجة خالص. وبعدين الشاب ده قال انا هرجع علشان اشوف البنت دي حكايتها ايه بالظبط. ندع البنت وقال لها يا عسل تعالي. قال لها انت تلقيت الشنطة دي ازاي؟ وبعدين قالت له انا كنت بلم زبالة علشان ابيعها علشان اجيب العلاج لبابا، لقيت الشنطة دي. قام الشاب قال لها انت بتلم من الزبالة علشان تجيب علاج لابوكي، لما انت تلقيت الشنطة كان ممكن تاخد الفلوس اللي فيها وتروح تجيب العلاج. قالت له انا خدت الفلوس ورحت لابويا، ابويا قال لي الفلوس ده حرام وروح رجعها تاني. وبعدين قال لها الشاب هو فين باباكي، ممكن توديني ليه؟ قالت له ماشي، قالت له تعالى معايا. وبعدين البنت اخدت الشاب وراحت لابوها. الشاب تلقى ابوها نايم عيان على الارض، قال له سلام عليكم. الرجل رد عليه وقال له وعليكم السلام. الشاب قال له انت ولد البنت العسولة دي؟ الرجل قال له هو انت الدكتور احمد؟ قال له ايوه انا الدكتور احمد. الرجل المريض قال له انا بشوفك في التلفزيون يا دكتور احمد، وبعدين بنتك قالت لي انت محتاج عملية. وبعدين الرجل المريض قال له انا عند الغضروف ولازم نعمل العملية. فالدكتور احمد صاحب الشنطة قال له انت ما عملتش العملية ليه؟ قال له الظروف وحشة قوي يا دكتور ومفيش فلوس خالص. فالدكتور احمد صاحب الشنطة قال له انت هتعمل العملية ومصاريف العملية على حسابي واي تكاليف والعلاج عليا. وبعدين قال له يا راجل بنتك العسولة ديت هي اللي رجعت الفلوس. فالراجل طبطب على بنته، فالدكتور احمد صاحب الشنطة قال له تسلم تربيتك يا حاج، وانت لو محتاج اي حاجة عنيا ليك اعمل حسابك الاسبوع الجاي، هاخدك المستشفى واعمل لك جميع التحاليل والعملية على حسابي. وفعلا الدكتور احمد اخد الراجل المريض وعمل له جميع الفحوصات، والراجل عمل العملية وتكاليف العملية كانت على حساب الدكتور احمد، والراجل بعد كده بقى كويس. فالدكتور احمد قال للراجل تعال هشغلك عندي في العيادة، وبالفعل الراجل اشتغل عند الدكتور احمد وحالتهم المادية بقت كويس جدا، والبنت الصغيرة ما عادتش بتلم زبالة تاني وراحت المدرسة وبقت من الاوائل في المدرسة وعلى مستوى المحافظة. وبكده خلص الفيديو بتاعنا، بس العبرة المستفادة من الفيديو ده القناعة كنز لا يفنى والأمانة تؤدي إلى الغنى. رددوا معي الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظ لدى قناة لولو 7.